وممكن للأجيال الرائدة للريادة لما فيه خير الإنسان بإذن الله. أنا ما بيأفتي كثير يا جماعة، لكن ودي نسولف شوي عن الفضاء، ودي نروح الفضاء. اجهزوا جهزوا أموركم يا جماعة. يلا معي على التليفون الأستاذة نجلاء الصيعري، متخصصة في قوانين الفضاء والطيران وحاصلة على ماجستير في قانون الجو والفضاء من جامعة لايدن في هولندا، وتعمل في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة السعودية للفضاء. وش هالفخامة يا نجلاء، صباح الخير. صباح النور، مرحبا أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا ويعطيك العافية، ويا رب من أفضل لأفضل. شكرا لك. أشكرك أستاذ أحمد على الاستضافة الصباحية اللطيفة، وأود أني أصبح السادة المستمعين بالخير، وأقدم شكري وامتداني لقائدنا الملهم رائد الفضاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان حفظه الله، وقيادات الهيئة بلا استثناء، على تمكينهم للمرأة السعودية وإيمانهم بقدراتها وقدرات الشباب والشابات الطموحين في خدمة وطننا الغالي، كل في مجاله وخبراته الثرية. الله يصبحك بالنور أول شيء، وإحنا أكيد فخورين يعني فيكم كلكم في المؤسسة، وإنت خصوصا لأنك معنا اليوم على الهواء. خليني كذا أسولف معاك كذا بأريحية عن الفضاء، بما أني أنا ناوي السنة الجاية اللي بعدها بالكثير طالع ما فيها كلام إن شاء الله. فأول شيء تخصص قانون الفضاء، وش تدرسون فيه؟ تمام. قانون الفضاء هو يعتبر فرع من أفرع القانون الدولي العام، هو تخصص دقيق مثل غيره من التخصصات، لكنه ما زال يعتبر في بداية نشأته مقارنة بأفرع القانون الأخرى. هذا يعود لأن استخدام الفضاء يعتبر من العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى، فتظهر حاجة لتنظيم قطاع معين على مستوى دولي أو محلي في حال وجود الحاجة لذلك. الآن إحنا في عصر أصبح الكثير من عاداتنا الحياتية والتقنيات الحديثة تعتمد على الأقمار الصناعية، وأيضا دخول لاعبين في المجال مثل شركات القطاع الخاص ووكالات الفضاء من قبلها للوصول للفضاء واستكشافه، ظهرت حاجة لتنظيم العلاقة بين الأطراف ومسؤولياتهم والمكتسبات اللاحقة. فتخصص قانون الفضاء يدرس هذه الأمور بكل تفاصيلها والتقاطعات القوانين الأخرى اللي تمس القطاع الفضاء. جميل جدا. طيب احنا اليوم لما نتكلم عن رؤية المملكة، وانه هذه واحدة من الامور اللي يهتم فيها الامير محمد بن سلمان، انه احنا ان شاء الله راح يكون عندنا قطاع الفضاء مساهم رئيسي في ازدهار المملكة، كيف ممكن يكون هالكلام؟ باذن الله. إيه تسمعيني؟ يعني لا، اللي أقصده اسمعيني عشان أوضح لك السؤال أكثر، كيف ممكن العلم اللي أنت درستي واللي تمارسيه الآن، كيف ممكن يساهم في بناء المملكة العربية السعودية الجديدة المستقبل؟ كيف ممكن يفيدنا موضوع الفضاء وقانون الفضاء؟ صحيح، في البداية تم تأسيس الهيئة السعودية للفضاء، وهذا يعني يبين مدى اهتمام قيادة المملكة في هذا القطاع. فإحنا لما نتكلم عن قوانين الفضاء غالبا نتكلم عن بشكل خاص على معاهدات الأمم المتحدة الخمسة اللي خاصة في الفضاء، هي اللي تحدد المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية. فهذه المعاهدة يختصر اسمها بمعاهدة الفضاء الخارجي، فمن اسمها تتناول تنظم العلاقة ما بين الدول في ميدان استكشاف الفضاء، وأهمها مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء ومنع وضع أسلحة الدمار الشامل أو تجربتها في الفضاء الخارجي، وتثبيت مبدأ عدم التملك الوطني للقمر والكواكب والأجرام الفضائية. وأيضا هذه معاهدة تتكلم عن مبادئ أخرى مثل تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء والمسؤولية عن الأبراج اللي تحدثها، وأيضا إنقاذ رواد الفضاء، وهذه التفاصيل تم التفصيل فيها في معاهدات أربعة لاحقة فيها. فأتمنى أن هذا والله إحنا اللي نتمنى أن الله عز وجل يكثر من أمثالك، وفعليا احنا فخورين فيك وفي كل زملائك. الله يعطيك العافيه الاستاذه القديره نجلاء الصيعري، اذا عندك كلمه اخيره تبي تقولينها تفضلي، المايك لك. الله يحفظك، شكرا لك، واتمنى لك وكل الساده المستمعين صباح جميل ويوم مثمر بكل خير باذن الله.
يعطيك العافية، شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة نجلة بنت ناصر الصيعري متخصصة في قوانين الفضاء والطيران، شكرا جزيلا لك.